السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد إن شاء الله بإذن الله تعالى، حنتكلموا عليه الفيجوال ستوديو 2022 اللي انطلق من فترة أسبوع ماضي، النسخة الرسمية يعني. طبعا في البداية حتجوا لي جوجل على سبيل المثال وتكتبوا فيجوال ستوديو، هنا حتخشوا على الويب سايت اللي هو الفيجوال ستوديو دوت مايكروسوفت دوت كوم. هذا بالنسبة للسايت بتاع الفيجوال ستوديو. هنا تجوا للحاجة اللي هي الداونلودز، حتلقوا فيجوال ستوديو 2022 وتلقوا ثلاث نسخ، اللي هن الكوميونتي اللي هي كما قلنا مجانية الكوميونتي، وفي المدفوعات اللي هي البروفيشنال اديشن والانتربرايز. فاحنا حنخشوا على فري داونلود للكوميونتي هذه لانها نسخة مجانية، وحي يطلع لنا مربع داونلود، نقول اوبن. هنا طبعا انتم حيطلع لكم الخيارات قدامكم زي توا، في لانني منزلها اوريدي يعني على الجهاز بتاعي. ففي بعض النقاط ممكن يتكلم عليها ان الحجم كبير واجد، لو انت اخترت جميع الكونتنت او الكومبوننت اللي موجوده في الفيجوال ستوديو او اللي يوفر فيها الفيجوال ستوديو، انت مرات بتنزل حاجات وتستهلك منك جيجات ومساحه تخزينيه وانت ما فيش حاجه لها. فعلى سبيل المثال يعني لو انت مهتم بالويب يعني تقدر تتعلم على هذه بس، اللي هي الاي اس بي دوت نت ويب ديفلوبمنت، لو انت تخدم بالاي اس بي. لو انت تخدم على الايجر والكلاودنج تتعلم على الايجر ديفلوبمنت، لو تستخدم في الموبايل اب ديفلوبمنت او تطوير الموبايل اي او اس والاندرويد تتعلم على الزامرين. هنا ايضا التطبيقات سطح المكتب الويندوز ابلكيشن والحاجات هذه تتعلم على الدوت نت ديسكتوب ديفلوبمنت. اي حاجه مثلا انا ما عنديش اهتمام بالبايثون وما عنديش اهتمام بالنود دوت جي اس والسي بلس بلس واليونيفرسال ويندوز ابس، فهذين محولهم بالكامل، لان كل حاجه بتنزلها مشكله حتى تستهلك منك مساحه واجده. تقريبا هي لو نزلتهم كلهم حيستهلك 40 جيجا، لكن لو تنزل حاجات انت تستعمل فيها انت بس حيكون المساحه اقل واجد، يعني ممكن في حدود 12 جيجا او 13 جيجا بالكثير. ودي اللي عمليه انستول بالشكليه هذه، في خيارين تو هنا، انستول وايل داونلودنج يعني بينزل وبيثبت على طول، او داونلود اول نزل بالكامل وبعد منها دير عمليه انستوليشن كما تبي انت، وحيبدا وللي يتم عمليه التثبيت. بعد منها حنجو القائمه تبدا، حنفتحوا البروجرامز نلقوا الفيجوال ستوديو 2022. هنا تو الشكل جديد يعني في تغييرات بسيطه صارت، يعني مش زي قبل يفتح الفيجوال ستوديو وانت تختار نيو بروجكت. هنا قال لك كلون ريبوزيتوري لو انت تخدم على الجيت هاب او التيم فاونديشن سيرفر مايكروسوفت، او تفتحه بروجكت موجود مسبقا، او تقدر تقول له كونتينيو ويت اوت كود، يعني حيفتح لك كما كان في الاصدارات 2017 2015. لو مندير بروجكت جديد حنجي الفايل نيو بروجكت. هنا تو البروجكت الجديد هنا هو ممكن حيطلع لك بالطريقه هذه، يعني في البدايه جميع اللغات تختار اللغه اللي تبي تدير بها الابلكيشن تاعك. مثلا انا اخترت سي شارب. هنا البلاتفورم المستهدف، يعني هل بنخدم اندرويد ولا ايجر ولا اي او اس او ماك او غيره، انا حنقول ويندوز. وهنا حنختار نوعيه التطبيق للويندوز، هل هو جيم او كونسول اب كونسول اب، او مثلا على سبيل المثال اوفيس او غيره، انا حنقول له ديسكتوب ابلكيشن. هنا طلع لي البروجكتس، مثلا هنا حنختار ويندوز فورمز نيكست، حنكتب مثلا على سبيل المثال تيست اب. بعد منها نختار، نقدر نختار الدوت نت فريم ورك اللي بنخدم عليه. باي ديفولت توني مدير 472، نقول له كرييت. هيك تو فتح لي الويندوز اب. هنا لو جينا بعض التحسينات اللي صارت في كتابه الكود، كما قلنا انه هو في منشور سابق على الفيسبوك انه هو بقى قاعد يدعم في الذكاء الاصطناعي، يعني الارتفيشال انتليجنس. لو جينا هنا ضمننا نيم سبيس سيستم دوت داتا دوت اس كيول كلاينت عشان تعمل عمل اس كيول سيرفر، وجيت هنا في الفورم لود. مثلا لو عرفت اني توا هذه ميزه الذكاء الاصطناعي لدرجه جديده، مثلا انتجر اي، مثلا متغير عدد صحيح، يعني مثلا انتجر، درت سطر جديد اقترح علي لاحطه باللون الرصاصي هنا انتجر بي. لو قال لك تبي الامر ده ينكتب، اعرض على المفتاح التاب مباشره في لوحه المفاتيح او التاب، هنك ينكتب مباشره. هنا قال لي هل تبي تحط قيمه للاي، مثلا الاي بتساوي كذا كذا، هنقول له اوكي، مثلا الاي تساوي 5 مفتاح التاب فاصله، والبي تساوي 5 مثلا،
على سبيل المثال يعني لو تبي تكمل لو ما تبيش ما تضغطش مفتاح التيب بلوحة مفاتيح مثلا لو منقول له فور انتجر مثلا جي تساوي زيرو. شفتوا الكتيبة الرصاصية هذه اقترحها علي واللي هي فاصلة مقوطة جي أصغر من إيه جي بلس بلس. لو نبي الكلام ده يتم بالكامل مثلا هنرى مفتاح التاب في لوحة مفاتيح هنا حن بشكل هذا. أيضا لو نبي نتعامل مع السكيول سيرفر مثلا لو عرفت كونكشن مثلا على سبيل المثال سكيول كونكشن كون إيكوال تو نيو سكيول كونكشن. شفتوا السطر الجديد لما درت طول اقترح علي قال لي بكتب الدير كون دوت اوبن لانه هو عاده اكثر امر مستعمل في الكلاس سكيول كونكشن او لانك انت اي اتصال بتديره ضروري ما فتحها بتدير كون دوت اوبن او بتفتح الاتصال. فلو لو نبي نطبق السطر الرصاصي هذا تو اللي اقترحه علي قال لي اضغط مفتاح تاب في لوحه مفاتيح فضغطت عليه فاوتوماتيكيا جيب الكامل مثلا كون دوت كلوز نبي نسكر الاتصال. اتمنى ان ما طولتش عليكم. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.